صباح الخير دنيا دنيا على رؤية، ومشوارنا الصباحي مكمل معكم لكل اللي بيستنى غادة التلي زي كل يوم اثنين معنا بالمطبخ ومتأهبة لا تحضر لنا أشهى الأطباق. صباح الخير غادة. صباح الفل، كيفك؟ أنت يا أخبارك؟ الحمد لله. حنعمل إيه النهاردة؟ هنعمل صالونة الدجاج. عبارة عن شو؟ من الصبح أنا بقرأ فيها بحاول أحلل. هي أكلة منتشرة في الخليج بس هي لذيذة طعم، يعني أنا كنت بعملها دايماً للولاد بس ما عرفش أن اسمها صالونة الدجاج. وبعدين اكتشفت أن اسمها صالونة الدجاج. هي حلوة لأن فيها بهارات وفيها بتقدر تحط فيها الخضار اللي أنت عايزاه وطعمها لذيذ لذيذ يعني، وبتتعمل بالفراخ أو باللحمة أو بالجمبري. حلو. طيب إذا خلينا نشوف على طول المقادير. على ما أنت تقولي المقادير هحط أنا الحلة على النار وأقلي شوية الفراخ. رح نحتاج لدجاجة مقطعة وبصلتين، اثنين فص من الثوم، جزرة، بطاطا واحدة واحدة، وفلفل حار، وكمان رح نحتاج لمعلقة كبيرة من الزنجبيل المبشور، عودين من القرفة، وثلاث حبات من الليمون الأسود الناشف لومي، مكعبين من ماجي، البهار هيل مطحون، كزبرة ناشفة. بعدين رح نحتاج لحبتين من البندورة، معلقتين كبار صلصة طماطم، فلفل أسود، كركم وزيت. تفضلي. طيب حطينا بقى اهو الزيت على النار. طبعا الفراخ يعني مغسولة يعني تمام، مفروكة بالملح وبالليمون وبالدقيق وبالخل عشان تبقاش فيها تبقى فلة. دلوقتي هنحمرها شوية في شوية زيت، ممكن زيت عادي وممكن زيت زيتون زي ما تحبوا. وبرضو ممكن تقطعوا الفراخ 8 أو تقطعوها 4، بس احنا قطعناها 8 علشان تلحق تستوي. طيب على ما تتحمر بقى شوية أنا هعمل إيه؟ هقشر البطاطس والجزر اللي عندي عشان نقطعهم ونحطهم مع أقشر الجزر الأول لأنه بياخد وقت أكتر من البطاطس. تقدروا أكيد تشاركونا عبر الفيسبوك صفحة دنيا دنيا، كمان تحكوا معنا مباشرة على الهواء. رح نقرأ تعليقاتكم تحت صورتي أنا وغادة على صفحة دنيا دنيا. أخبار نجم الأردن إيه؟ كتير الحمد لله عم بيكون في مواهب حلوة ونحمس الناس. مش هترضي تقول لنا حاجة؟ لا كتير متحمسة له أنا صراحة. عم بيكون في مواهب بالفعل حلوة، بشوف الصور وبتابع وبعمل شير وكله. حاسة إنه هيبقى لذيذ حلو يعني. مش عارفه كده بتقطع. مش عارفه اقطعها ازاي يعني مدور. خلينا نقطعها طويل احسن او كده. جامده قوي الجزره دي. بتعرفي كتير بستصعب تقسيم الجزر. لا هي جامدة. لا بس برضو الجزر صعب. كده نقطعها اتنين احسن عشان تستوي بسرعة. طيب
طيب غادة، طيب احكي لنا عن الطبيخ. ايه احكي لنا عن الطبيخ. احكي لك على الطبيخ. والله يا لولو انا طول النهار بطبخ. احكي لك ايه ولا ايه ولا ايه؟ شو اخر طبخة طبختيها في البيت؟ طيب فاصوليا. فاصوليا حمراء، فاصوليا خضراء. خضراء. انا بحب البيضة. وانا بحب البيضة، بحبها لذيذة، وبالذات عيشة خانهم الكبيرة كمان بحبها. انتي ايه اخر طبخة طبختيها؟ لازم هذا السؤال المحرج هلا. يعني صراحة مش عم بطبخ. ليه بقى؟ ما فيش تشجيع؟ يعني لا، في تشجيع بس يعني الظروف غير مؤاتية لأجواء الطبخ. الأكلة دي كمان بتبقى لذيذة لما بنحط معاها فلفل حراق، بتبقى لطيفة جدا للي بيحب الحراق، يعني بينبسط عليه. رح نعمل الحلو كرات الشوكولاتة السريعة. لذيذة جدا وسريعة وطعمها حلو، يعني بيحبوها كبار وصغيرين. طيب نشوف الفراخ حصل فيها ايه. شويه حكيتي لي ممكن مش بس مع دجاج. ممكن جمبري، هي ممكن صالونه الدجاج، صالونه الجمبري، صالونه اللحم. وهي لذيذه لان فيها خضار كمان، يعني مش بس لحمه او فراخ. طيب معنا اتصال من تهيمة. صباح الخير تهيمة. صباح النور. هلا، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. كيفك انتي؟ الحمد لله، نشكر ربنا. والله منورين على الشاشة. هذا من نوركم دائما يا تهيمة. تسلمي، الله يسلمك حبيبتي تهيمة. ممكن بدي اسالها. تفضلي غادة معك. صباح الفل. ممكن تعطيني بس طريقة عمل مخلل الجزر؟ مش سامعة. مخلل الجزر. مخلل الجزر؟ يلا. احنا هنعمل قريب قوي حلقة بس مخللات. فانتظريها. ان شاء الله. شكرا. شكرا حبيبتي، اهلا. رح تعملي حلقة للمخللات؟ ناس كتير طلبوا مخللات. انت ما عندكيش فيسبوك ولا ايه؟ هلأ لفتح. طب هقلب بس بقى الفراخ علشان. طيب قلب الفراخ، وانا بدي اصبح على الهام محمد وايات المصري. بدنا افكار حلوة لموالح بعجينة الباف بيستري. والله عندها حق. اوكي، علم ودارين الهام خوالده، ساره القصراوي، وفاء فراس، بتول سعايده، وايه حرشوف. بنصبح عليكم. بتصبح ايضا على مهند حرفوش، ومصطفى جعبري، غدير نظامي، وماجده اسراء، ساره الاء يوسف، ثروه محمود، ورنا أبو صباح، وعالية حناوي، إيمان علي، فرح قاسم، ومريم الفقير. صباح الخير. صباح الفل عليهم كلهم. دلوقتي بس هحط البصل علشان يبتدي بقى يكمل تحميره، والفراخ بتتحمر. وهنحط كمان الثوم. والجنزريل طازة، طازة أحسن يعني. لو ما فيش طبعا استعملوا البودرة عادي. وهنحط اللومي
ده مفتوحة ودي مفتوحة. بتفتحيهم بس شق كده علشان خاطر تطلع النكهة أكتر. مفروض نستعمل عودين قرفة، بس العود اللي عندي لقيته باتنين فهنحط عود واحد بس. وبعدين هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بس مش عايزين اي حاجة غير ان احنا نحط شوية مية ونسيبها تستوي على راحتها. طبعا احنا لما قليناها كده يعني اخدنا يمكن ربع السوى اتاخد في التقلية اللي احنا قليناها لها. خلاص دلوقتي هنحط لها بس شوية مية سخنة. طبعا احنا حاطين لها توابل، وفي توابل اكتر احنا بناخدها من مكعبات الماجي اللي عندنا، فهنحط لها بس شوية مية ونسيبها على النار براحتها خالص. بتاخد تقريبا يعني لان احنا مقليينها ممكن تاخد نص ساعة. هنحط بقى الفراخ. مش يعني بصوا بجد لازم تجربوا الأكلة علشان تعرفوا قد ايه طعمها حلو. النكهات كده كلها داخلة في بعضها. إحسان دواك صباح الخير. عيش السراي عملناه؟ بنعمله. نور الزايد صباح الخير. ودينا لينا هذا الرز بيكون موجود جاهز بالأسواق. ووجدي خوري بده كعكة الشماء وكعكة النسكافيه. وجدي وبس حدد لنا هو عايز ايه وخلاص. نوع شوكولاتة، أي نوع شوكولاتة مع كريم مع الكريم مع شو اسمه؟ كراميل. كراميل. آه. وآية الحرباوي صباح الخير يا آية. كيف ممكن أعمل لفت محشي بس بدون ما يطلع مر؟ والله كنت هعمله اللفت المحشي أنا الأسبوع اللي فات واشتريته وبعدين ما عملتوش. خلينا نعمله. أعمله؟ كنت هعمله اللفت بالطحينة أنا. واشتريته بقول لك يعني لسه حتى لغايه دلوقتي عندي في البيت. فرح الرشق بتقدري اكيد بتقدري. ومحمد كريشان من معان. وزينة العلي عملناها. زينة ادخلي على رؤية دوت تي في هلا راح اذكرك فيه. ومحمد كلبوني صباح الخير. وملك حسام وهديل الصايح صباح الخير. بدا يبان بقى خالد وابتدوا يجوا الشباب اللي كانوا مستخبيين كلهم بدوا يتجمعوا. طبعا اول ما بتقرب الحلقه تخلص بنلاقي كل الشباب طلوا. بتحكي لك لازم احط الكرات بالثلاجه؟ يعني علشان تمسك شوي.